في نال التعليمات السامية لصاحب الجلالة. انطلقت يوم أمس تلقيحات ضد كوفيد لأطور للصفوف الأمامية لأطور الصحة، واليوم إن شاء الله كنكملوا هذيك العملية وكنستمروا فيها للمسنين اللي كطرحوا الأعمار ديالهم فوق 75 سنة، وإن شاء الله غتجي لجميع مكونات المجتمع. كنطالب من الساكنه باش نخرط بكثافه باش نمشي عن هذا الوباء ونرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا. من بعد ما كيجي المواطن اللي عندنا المركز ديال التلقيح كناخذوا البطاقه الوطنيه ديالو باش نتاكدوا من الموعد انه راه عنده موعد ديال التلقيح، ومن بعد كنسولوه اسئله كتعلق بواش كيعاني من شي مرض او لا كان ديجا مريض بكوفيد. من بعد ما كنستكملوا البيانات ديالو كنوجهوا الناس ديال الصحه اللي كيقوموا بالمرافقه ديالو للقاعه ديال التلقيح. الحمد لله ميدنا فرحان بزاف صغار، شكون ميد لنا حياه اللي هما في واحد الحاجه نقولوا ضيقين، ما كاين الخطر، عطى الله الخير عطى الله كل شيء، وين الخطر ما كاينش. الحمد لله راه الناس تفاجات الحمد لله وفرحوا بهذا الشيء بالتلقيح. الله تبارك وتعالى يجازيهم، خدامين الناس الليل والنهار، مساكن بالقياده الحاكمه ديال جلاله الملك، خدامين الليل والنهار وكيبحثوا في العلم وداك الشيء. الحمد لله راه الله تبارك وتعالى حقق لهم الامنيه ديالهم. هذا التلقيح هذا هو الرحمه سيدي ربي، الا تاب الله داروا التلقيح غادي يمشي هذا الوباء وهذه المصيبه هذه اللي كاينه دروك في جميع العالم. تلقيح ولا بدا منه، اي مرضى جات اي اسمه ولا بدا ليها من التلقيح، يتلقاو ليها شي حل. والحل ديالها هو التلقيح. حنا خصنا نديرو التلقيح والباقي على الله. من المستفيدين من التلقيح ضد كورونا الحمد لله التجربة هي وطنية تستهدف المناعة إن شاء الله من هذا الوباء، وهذه دعوة ونداء لكافة المواطنين إن شاء الله أن يقوموا بهذه التجربة وأن يلتفوا حول النداء الملكي والتجربة المغربية لأنها فريدة في هذا المجال.